السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة أخرى من يوميات رمضان في أكاديمية فن الحياة. فحديثنا اليوم إن شاء الله بإذن الله على واحد الموضوع اللي هو موضوع مهم بزاف، هو استهلاك واحد المادة الغذائية اللي كتبقى مادة يعني أساسية في الحياة ديال البشرية، واللي هو البيض البلدي. فقط للتوضيح، لما نتحدث عن البيض فأنا أقصد البيض البلدي، يعني إذا قلت كلمة بيض وما جدش مراها بلدي، فبالنسبة لي أنا يعني كلمة بيض بلدي، يعني كلمة بيض بالنسبة لي أنا كتعني بيض بلدي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هو بغيت نوضح واحد المسألة، هو كلمة بلدي مقارنة مع كلمة بيو راه ماشي هي بيو. ألوغ بلدي ماشي هي بيو، ألوغ قدر تكون بعض الأمور بيو تكون قاتلة. فكلمة بلدي هي أرقى، والمستوى ديالها فوق المستوى ديال البيو، يعني كلمة بلدي معبرة لواحد الدرجة كبيرة بزاف، وبالتالي الكلمة هذه حبذا لو أننا نبقاو نستعملوها. فأولا نبدأ بالبيض البلدي. ألوغ البيض، طريقة الاختيار، فأولا كاينة طرق عديدة للغش، وكاين بعض الفلاسفة اللي كيعطيو كيفاش نعرفوا البيض بلدي وكيفاش ما نعرفوش البيض بلدي. فكاين طريقة واحدة باش نعرفوا البيض البلدي، هي الطريقة الأنجع، هي الطريقة الوحيدة اللي ممكن نعرفوا بها البيض البلدي، هو أنك تبقى جالس حدا الدجاجة حتى تبيض. علاش كنقول هذا الشيء؟ الدرجة ديال الغش اللي وصلوا لهم بعض الناس، يعني الدرجة والتقنية اللي ولاو الناس كيغشوا بها. فواخا تكون عندك ماشي غير كيلو ونص في الدماغ، غيكون يكون عندك 10 كيلو، ما غتقدرش تعرف هذا البيض هذا واش بلدي ولا ماشي بلدي. فقط باش هادينا نشيروا لها. المسألة الثانية في الاقتناء. في الاقتناء غالبا الناس لما كتمشي تشري البيض كتلقى بيضة كبيرة وبيضة صغيرة. غالبا الناس كيمشيو للبيض، كيديو البيضة الكبيرة، وهذه معلومة فقط للإشارة. ففي غالب الأحيان كتكون البيضة الصغيرة عندها القيمة الغذائية، أنا أتحدث عن القيمة الغذائية، ما كنهضرش على الكمية، ما كنهضرش على العقاد اللي بزاف الناس عندهم، كنهضر أنا على القيمة الغذائية، لأن يعني بالنسبة لنا حنا القيمة الغذائية هي أهم شيء. واخا ما يعني إلا خديت شي حاجة صغيرة وكانت القيمة الغذائية ديالها طالعة، غادي نكون خديت كمية قليلة وقيمة غذائية طالعة، غادي نكون يعني تغديت، يعني كليت شي حاجة اللي هي عندها قيمة غذائية. فالناس ينتبهوا، الوغ حاولوا تمشيو تاخذوا البيض الصغير. الوغ علاش البيض الصغير؟ لأن غالبا كيكون ديال العتوقات. الوغ شوف إذا شفتوا هدايا، الوغ هذا البيض صغير على هذا، الوغ هذا كيكون البيض ديال العتوقة، والبيض ديال العتوقة غالبا كيكون بيض قوي وعنده واحد القيمة غذائية كبيرة. اكثر من هكايا، هو ان البيضه، وهنا هذه المعلومه هذه ربما بعد كثير من الناس ما فراسهمش، ماشي كنقولوا حنايا هذه، ما يعني قل ما يتم الحديث عليها، هو ان البيضه لما كتكون يعني الدجاجه وكيكون مثلا بوجود الفروج، يعني كتكون بيضه مخصبه، الوغ البيضه المخصبه كتكون القيمه الغذائيه ديالها اكثر من البيضه غير المخصبه. يعني انتم ملي مثلا كنبغيو مثلا دجاجه، مثلا بغينا نحضنوها، مثلا كنحطوا لها البيض، الوغ هذا البيض هذا اللي غادي نحطوا لها وغادي تبرك عليه، هذا البيض هدايا هو بيض اللي خصو يكون مخصب. يعني تقدر تكون بيضه هي كاينه والدجاجه كتبيض، الحق في غياب الفروج انك يكون هاد البيضه غير مخصبه وما كاينش فيها الفلوس، يعني ما كتكونش مخصبه. يعني اللي قصدت انا هو ان البيض المخصب القيمه الغذائيه ديالو اكثر من البيض غير المخصب. هذه النقطه الاخرى. النقطه المواليه هو واحد المساله اللي كانوا كيديروها جدودنا. فإلا لاحظتوا ان جدودنا كانوا كيشدوا البيضه وكيمشيو لاشعه الشمس وكيديروا لها هكا. السؤال المطروح علاش؟ الناس كانوا كيمشيو كيشوفوا داك التمركز ديال الاصفر، يعني الاصفر هنا خصكم تعرفوا باللي البيضه فيها واحد الشومغ، فيها واحد الغرفه خاويه. هذاك الاصفر كل ما زاد قرب للطرف
كل ما كتكون البيضه المده ديالها يعني كتكون قديمه شويه، يعني هي مع تزايد في الوقت مع داك الصفر، داك الشيء كانوا كيشوفوها في اشعه الشمس. وهذا التمرين هذا ممكن انكم يعني تدربوا عليه، وكتولي مساله يعني اما في اشعه الشمس ولا في واحد يعني منبع ديال الضوء يكون مثلا شي خارج الضوء باش تبان لك هذا التموقع هذا. فيما يخص الاستهلاك، الاستهلاك في رمضان وحنا كان للاسف الثمن ديالو كيطلع، يعني الثمن ديال البيض كيطلع، هذا نورمالمون ما خصوش يكون. مي صراحة يعني الإنتاج، إلا كان الإنسان مثلا في البادية وعنده عائلته في البادية وهاد الأمور هادية، فما فيها بس تبقاو تكونوا صداقات مع الفلاحة من أجل أنكم تقتنيوا هاد البيض هذا. فقلت انا الطريقه ديال اولا الوقت يعني البيض مثلا بيض بلدي الناس، وهذا الشيء ان شاء الله غندير له حلقه من بعد رمضان، ان البيض يرفع الكوليسترول وهذه الامور هذه. فالبيض البلدي بالعكس فيه ماده الفوسفاتيدين، وماده الفوسفاتيدين للعلم انها ماده تحافظ على الكوليسترول ديال البيضه. يعني انت باش تقول انا ناخذ البيضه تطلع لي الكوليسترول، هذه معلومه علميا غير موجوده باش اللي كاين نطمئن. فدابا في رمضان الانسان يعني ممكن ياخذ بيضه في النهار كاع تجوج، يعني مثلا وحده في الى تسحر مثلا بالبيض ممكن تسحروا به، الوغ البيض ممكن تسحروا به مع زيت الزيتون، الوغ انا غنوريكم الطريقه كيفاش، مع الشاي مع خبز كامل ما كاينش مشكل. سينو ممكن ديروه مع الفطور، مع زلافه ديال الحريره ولا زلافه ديال الشيشه ولا زلافه ديال الشوربه الخضر، رافقوها ببيضه بلديه غالبا كتكون اذا كانت مرفقه مثلا في الفطور كتكون بيضه مسلوقه. والطريقه ديال السلق بزاف الناس يدعون انهم كيعلموا المغاربه يطيبوا وما وراوش المغاربه كيفاش نسلقوا بيضه. الوغ البيضه كيفاش كتسلق؟ كنحطهم في الكاسرون مثلا، نشدوا واحد ثلاثه البيضات مثلا نديروهم في واحد الكاسرونه، الوغ كنقولوا حنا المغاربه، الوغ هذا الكاسرون حطوا ثلاثه البيضات، نديروا الماء فوق منه والماء نخليه وحده قدو. علاش؟ لان البيضه مي كيغلى الماء وكتبقى تتحرك ربما تهرس. الوغ نعمروا الماء في الكاسرون ونخليوه فوق البوطه، غير يبدا الماء يغلي كنطفيو البوطه ونغطيو البيض. الوغ هذه هي الطريقه الصحيحه كيفاش نسلقوا البيضه. سينو ممكن مثلا هدف في الوجبه ديال الفطور، يعني مصاحبه مع الحريره ولا مع الشيشه ولا مع الشوربه. سينو الا بغى الانسان ياخذها في الوجبه ديال السحور كذلك يعني جيد جدا. ف ممكن يعني ما نقولش انا نقليوه، لان ملي كنقولوا قلي يعني التعريف ديال القلي هو بالزيت، لان يعني القلي شنو هو؟ ما هو الا خروج الماء ودخول الزيت. ملي كتشد انت طاطا فريتو ديرها في الزيت وتسمع داك الصوت، هذاك خروج الماء ودخول الزيت. فإلا بغيتو تطيبوها بهذه الطريقه كاينه اما تاخذوا مقله ديال السيراميك، ديما حاولوا تسخنوا المقله مزيان قبل ما ديروا البيضه، تسخنوا المقله مزيان وتنقصوا البوطه وديروا البيضه تحطوها بلا ما بلا زيت بلا حتى حاجه، تنزلوها عاد نزيدوا لها زيت زيتون، نزيدوا لها قزبر حبوب، نزيدوا لها الكمون، نزيدوا لها الملحه حيه، ما كاينش مشكل. سينو ممكن نقليوها في الماء بهذا المصطلح، يعني ممكن اننا نديروها في الماء يعني على شكل بين قوسين مقليه طريقه في الماء، ديك الساعه نزلوها داك الماء كيكون تبخر ونزيدوا لها زيت الزيتون او لا زيت زيتون قزبر حبوب. الامهات عافاكم ديروا عافاكم قزبر حبوب جميل جدا كيجي ومفيد جدا بالنسبه للمراه اللي فيه الاستروجين اللي فيه. سينو ممكن نشدو نديروها بوشي يعني كاسرون كاسرونه، نعمروها بالماء ونهرسوا البيضه ونديروها الوغ حتى طيب ونصفيوها، لان الالبومين يعني البروتين ديال البيضه يعني كي تكواغولا يعني كيقصح في 70 درجه الحراره، يعني دغيا مع الماء كي كي يعني كي نصفيوه نجبدوه شويه ديال المليحه شويه ديال الكمون قزبر حبوب زيت الزيتون وناخذوه بالصحه والراحه. اما هذه المساله ديال القلي واش في الزبده واش في السمنه، هذا الشيء هذا ينساوه، واخا انا كنعطيكم قلت الجانب الصحي. سينو ما كانش شدوا هذه المقله ونديروا النخاله لتحت في المقله، الوغ النخاله في المقله ونديروا البيضه نهرسوها ونحطوها فوق هذيك النخاله ونديروا النخاله من الفوق، هادشي فوق المقله، الوغ كتجي رائعه وكتجي جميله. سينو ممكن نديروها مرفقه بالخضار، منها مثلا الطماطم، الوغ البيض ماتيشا الوجبه الشهيره المعروفه. سينو ممكن نديروه مع البصله، ما كاينش مشكل، بصله بلديه، فلكم الاختيار. فنتمنى اليوم كنت عطيتكم فكره على هذا البيض، والبيض الجميل انه في خلال الصيام فيه الكوليسترول
محمي بالفوسفاتيدين، يعني غيوفر على الجسم ديالك انه يفرز الكوليسترول ديالو، ويعني وغيعطيك الكوليسترول منه كيتصاوب الهرمونات ديال الجسم ديالنا كاملين. فيه الكولين، مادة الكولين اللي كيخدم بها الجهاز العصبي من اجل انه يفكر ونديروا بزاف الامور. علاش؟ لان كيخدم بلاسيتيل كولين، ومادة الكولين كاينه في البيض. العين ديالنا باش الرودوبسين ولي كونو لي باطون يخدموا خص ماده اللوتين اللي كاينه في اصفر البيض. وبعض المرات كتشريو البيضه كتلقاو اللون ديالها من الداخل مختلف، هذا فقط راجع للطبيعه ديال الاكل ديال هاد الدجاجه. قلت انا يا فيه الفيتامين ا، فيه الفيتامين او، فيه الفيتامين دي، فيه الفيتامين ك. هادو ان شاء الله من بعد غنديروا حلقه خاصه، كنا وعدناكم على البيض ان شاء الله باذن الله. مي اهم حاجه انا فيه ما فيه الحمض الاميني اللي هو سميتو التيروزين، والتيروزين منه كيتصاوب الناقل العصبي الدوبامين، يعني غذاء اللي لابد منه في رمضان اما في الفطور او لا في السحور. فخليتكم الراحه، كانت هذه الحلقه اليوم على المنتوج اللي كتعطيه لنا داك الدجاجه الله يجزيها بخير. وانا كنهضر على الدجاجه اللي كتكون كتسراح واللي مربيه بطريقه ماشي بطريقه حيوانيه، بطريقه اللي هي تليق بهذا الحيوان هذايا. فممكن نديروا البيض هذا، ممكن نديروا البيض الوغ البيض ديال الحيوانات كلها، الوغ هذه البيضه ديال البيبي الوغ هي الوغ كاينه يعني انواع ديال البيض اللي ممكن تقتنيوها بالصحة والراحة. وخليت لكم الراحة، ما نطولش عليكم، عواشركم بروكة. مرة أخرى شكرا لكم بزاف، نتمنى كنا خفاف عليكم. رمضان كريم، وخليت لكم الراحة، وكنتم في الحياة، وكنتم في أكاديمية فن الحياة. وما تنساوش أن الداء والدواء في الغذاء، والمرض وارد الشفاء مطلوب، الوقاية خير من العلاج. وما تنساوش أنكم كنتم في أكاديمية فن الحياة، وأكاديمية فن الحياة عالم قديم يناديكم. السلام عليكم. Thank you.